تستخدم البلوك في حياتك؟ اوف احب البلوك، احب اعشق شيء اسمه بلوك. ليش؟ لان في ناس وده في البلوك علشان ثاني مره يقدر يحترمك ويسوي لك اعتبار، قلت ادب او شيء كذي. ما 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 زين معهم الكلام، ما اكتب لهم شيء ثاني، بس بلوك. ناس وايد تشتري راحة بالها بالبلوك العقلي أو البلوك الإلكتروني. نزلنا الشارع نسأل الناس عن رأيهم، خلونا نتابع هذا التقرير. متى آخر مرة استخدمتي البلوك؟ عادي يمكن قبل أسبوع هاللون. ليش؟ أي حد يضايقنا بلوك وخلاص، ليش نصدع راسنا في المواضيع؟ يعني بلوك خلاص نسكر المواضيع بالبلوك. مو دائما أشخاص بس اللي أذوني، لا أحس ما يستاهلون حتى يشوفوني فأعطهم بلوك. عشان هوشه استخدمته، عشان هوشه كذي يعني كنا قاعدين نتهاوش وبس طقيتهم بلوك لانه مالي وارطه يعني حقهم وبس، يعني ناس سخيفه وكذي وخلاص. يعني تشتري راحه بالك بالبلوك تحسين انه هو حل؟ بالضبط اي، حل حق وايد مشاكل بعد، يعني اريح نفسي من وايد اشياء مالي بارض، يعني يوم بي اتهاوش ويا حد اتكلم ويا حد خلاص مالي بارض بلوك. ما استخدم البلوك، حابه البلوك وايد بس اشوفها وايد يعني نحتاجها في السوشيال ميديا، لان ناس وايد مستفزين في السوشيال ميديا فاشوفها انه وايد نحتاجها، بس انا ما استخدمه وايد. مو حال بس عشان تنسى الموضوع تحط بلوك. في بلوك عقلي وفي بلوك الكتروني، اي واحد اكثر تاثير؟ اكيد العقلي. اكيد العقلي، يعني اعطيته بلوك الكتروني يعني بتم داخلي، بس اذا اعطيته من داخلي عادي لو شفته بعدين، عرفتي بعدين برا شو يقولون الحياه الخارجيه، اذا شفته عادي بعدين لان انا اوريدي نسيته من داخل. فيا شلونك في البلوك بين الاهل؟ لا بين الاهل صعبه شوي، لان ما يصير اقطع علاقتي باهلي، يعني لازم اصلح الموضوع مو بلوك. اللي يكون البلوك عدل وقت يكون ناس غريبة، بس ناس من الأهل لا، دايما التواجه النقاش يكون أفضل من البلوك، لأن بالنقاش بتوصلون حق حل، أما بالبلوك ما بيكون في حل أبدا. من فترة شيء يعني شخص من ديرة نفس البحرين، يعني من ديرة برا طرش لي عن بيع ما بيع هالسوالف دي، بيع مواد مخدرة وسواء الحشيش أو دي هالأمور دي، قال لي انا كتاب انا ابيع هالامور دي، اعطيته بلوك. وايد اصلا استخدم البلوك اذا حد يضايقني او اذا احد ما اعرفه ويحاول يضايقني يجيب خصوصياتي او شيء كذي، دوما اطق بلوك صراحه، يعني ناس ما اعرفهم يجون يدشون يكتبوا لي اشياء تضايقني، كلام سلبي يعني. يعني شايف في البلوك، متى اخر مره طقيتي بلوك؟ توني من أسبوع. من أسبوع ليش؟ عشان يعني أنا أعطي مثلاً فتشة عقب ما خلص العلاقة تستنزف طاقتي، هني أفكر أطق بلوك، بس عقب فراس ومحاولات يعني أشتري راحة بالي على آخر شيء. البلوك على مواقع تواصل اجتماعي ولا البلوك العقلي تستخدمين؟ هو ساعات كذي وساعات كذي، بس أكثر شيء العقلي، لأنه يعني نفس ما قلت أشتري راحة بالي قبل أمس. أوكي ليش؟ لأن كان في في أحد ضايقني تنرفزت وسكيت بلوك. بس تحسين إنه هو حل؟ يعني أحس إنه هو حل، إنه ما حد يقدر يزعجني بعد. يعتمد على الموقف. يعني الإلكتروني يعني هو يعني نفس الوقت اللي تسوينه بالتلفون، والعقلي على أساس إنه ذاك الشخص يعني حصلتي منه خلاص، يعني ما في امل خلاص، انا سويته من عقلي بعد اني خلاص محيته كذي يعني. مو اي شخص، يعني الشخص اللي خلاص يعني طلع من حياتي وانت كذي ومشكلتي عادي ابلكك، ما اهتم تزعل ما تزعل، اي عادي. حلو. اللي ضراني خلاص يعني بلوك.